سنة في مدينة الرباط لتمتع الجماهير بأعذب الألحان وأروع النغمات. النغم العربي أو بالأصح العراقي كان حاضرا مساء أمس بفضاء حي النهضة، وشهد به الفنان مجد المهندس أحسن شادو. نسرين بن غنم ويسلم عزي والمهدي مورين تابعوا الحفل. خطب الوجدان والأحاسيس بألحان عراقية ذائعة الصيت تارة وقصائد ومواويل تارة أخرى. إطلالة الفنان العراقي ماجد المهندس على جمهور موازين كانت الأولى. موازين غزالة وفنان مهم ومعتبر والناس ناشطة والحمد لله. وأنا جيت لأجله لأنه صديق من الأصدقاء ويستاهل، لأنه إنسان قلبه طيب ومحب في الفن ومحب للفنانين وكيعطف على الناس، ولو أنه يلا بدأ يعني قلبه طيب. قدم ماجد المهندس مجموعة منتقات من أروع أغانيه رددها طويلا جمهور ذواق. فنان عادي، هو فنان مشهور والجمهور المغربي كيبغيه بزاف، ونتمنوا له مسيره موفقه. هو مغني جيد، مرأة في الحس، عنده واحد جمهور كبير هنايا في المغرب، واحد المعزه خاصه، وجينا باش نحضروا ليه لاول مره هنايا في المغرب. ماجد المهندس مغني معروف واغاني كلها رومانسيه، وديما خصهم يجيبوا لنا المواتي كيف حال هاد المغنيين الكبار. ومفاجأة السهرة أداء الفنان العراقي لأغاني مغربية تفاعل معها المئات من الحاضرين.